خرجت محمد صلاح للكرة المصرية، خرجت محمد نني للكرة المصرية، احنا ضد هذه الوقائع من التزوير. ولازم زي ما الاستاذ محمود درويش بضم صوته لصوته، لازم منطقة القاهرة والاتحاد المصري قبلهم اللي بيشرف على اللعبة كلها، لازم يتم عمل دورات تثقيفية للإداريين داخل الأندية علشان نتصدى لهذه الظاهرة. هروح أيضا لأخبارنا، مستمرين مع معانا الأستاذ أحمد محفوظ عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة. ازيك يا أستاذ أحمد؟ كابتن أسامة، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. دايما في برنامج الأشبال بنشيد بالدور الفعال والكبير اللي بتقوم بيه منطقة القاهرة والتصدي كمان لهذه الظاهرة، ظاهرة التزوير والتسنين، ودايما بتكونوا في الميعاد وبسرعة كمان. احكي لنا تفاصيل وقعت برضه، كان معانا الأستاذ محمود درويش يعني كان كتبوا الخبر في فيتو، في موقع فيتو، فعايز أسمع من حضرتك برضه وأنتوا كنتوا أصحاب القرار في هذه الواقعة أستاذ أحمد. بص يا كابتن، الاول بندعو الاهلي ان شاء الله الفوز بكره في مباراه سان داون ان شاء الله، وبنشكر البرنامج الجميل ده اللي بيهتم بالناشئين. الواقعة ده لعيب كان اسمه يوسف في المقاولين العرب، ويوسف اتضح لما الاهلي قدم اعتراض فحصنا الاوراق واتضح فعلا تزويره، ولقينا حاجه غريبه جدا يا كابتن. يعني احنا حصلت مره واحده قبل كده تقريبا من 5 6 سنين ان ابو الولد كان عنده ولد بنفس الاسم وتوفى وبعدين احنا لما جبناه قلنا له طب ما عملتش شهاده وفاه لابنه، لو انت بتقول ان انا كان عندي ابن وتوفى وده مش هو ده. طبعا الحجج اللي هي الواهيه اللي مش ممكن حد يصدقها، لكن فوجئنا بحاجه ثاني، ويمكن يعني دي اللي خلصت الموضوع واثبتت سوء النيه، ان كان عنده بنت وتوفت وطلع لها شهاده وفاه بعده بسنه. فاصبح الموضوع واضح والتزوير واضح، وللاسف ان هذا اللاعب سافر اليابان معانا السنه اللي فاتت منتخب القاهره يعني. وتم الغاء جميع المباريات اللي شارك فيها يوسف لكل الانديه. واحنا دايما زي ما حضرتك بتقول كده، احنا لا نتهاون في موضوع التزوير ده حفاظا على اولادنا وعشان اجيال تنفع المنتخبات المصريه. واحنا بنشيد بيكوا دايما يا استاذ احمد، ومنطقه القاهره بدورها الفعال والكبير دايما بتكون متواجده في قلب المشاكل، وبقى دايما في حل سريع. اللائحه بقى، عايز ارجع للائحه برضو، ده لاعب يعني في تزوير والواقع امام النيابه وانتوا خدتوا الاجراءات، لكن برضو دايما بنشوف برضو مستقبل اللاعب. اللائحه بتنص على ايه في هذه الحاله يا استاذ احمد؟ اولا موضوع ان الموضوع في النيابه احنا بنترفع عن هذا الموضوع وبنبعد عنه لان مش بتاعتنا. تمام. خلاص ده موضوع النيابه، هي الحريصه على الدعوه العموميه هي تتصدى ليها. اللائحه بتقول الغاء جميع المباريات اللي شارك فيها اللاعب. تمام. وده فعلا اللي حصل، واحنا لغينا جميع المباريات اللي شارك فيها اللاعب. طبعا كونه بيلعب في المقاولين فاكيد تقريبا 90% هتلاقيها فوز. عشان كده الفرق اللي هي اللي غتنا لها المباريات فعملت موضوع تساوي الفرص ما بين الانديه كلها، يعني احنا ما شلناش ماتش الاهلي بس ولا الكلام ده كله، لان التزوير عام. يعني في فرق بين التزوير العام والمطلق والتزوير النسبي. التزوير النسبي ده مثلا زي واحد خد 3 انذارات ولعب، فده حاجه نسبيه. تمام. يبقى العقوبه للماتش ده بس. تمام. لكن الجنرال او التزوير العام بيتلغي كل المباريات، وده فعلا تم. طب واللاعب هل هيتم ايقافه؟ هل ممكن يرجع السنه الجايه يشارك بقى في مسابقته هي 2001؟ ولا بيبقى يكون الوضع يا استاذ؟ ده بيرجع للمقاولين العرب بقى. بيرجع للمقاولين العرب، والموضوع التزوير ده هو موجه لوالده مش ليه هو، انت عارف هو طفل. فيكون بقى المقاولين العرب يشوف مستواه مؤهله ان هو يلعب في 2001. دي حاجه ترجع لهم، ويرجع يعيد قيده من جديد، ويبقى هو قيده كده سليم في 2001. تمام استاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. هروح برضو مستمرين مع حضراتكم اخبار الناشئين في الصحيح.